السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله حضر معكم بريوش سهل، ما ندروش بالزبدة، غندر غير بالزيت. خطواته بسيطة وسهلة، وتن المكونات يعني متوفرة في كل بيت. تابعوا معي الخطوات وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. عندي كاس حليب دافي، كاس سكر أو سكر على حسب الرغبة، يعني اللي بغي يزيد ولا بغي ينقص. عندي كاس الزيت وكاس ديال الماء. عندي جبيضات حيت منهم صفر وخليت صفر وجوج ديال البياض، حيت منهم الصفر باش ندهن به البريوش. عندي معلقة كبيرة خميرة، بصراحة ما عنديش فانيليا سالات من عندي، نسيت نجيبها، غندير غير الروح ديال الموز، يعني اي حاجه نكهو بها البريوش. غنخلط هاد المكونات، يعني غادي نعجن غير بيدي، انا فضلت نعجن غير هكا بيدي بلا العجان لانه ما محتاجش تدلك كثير. غادي نضيف دابا الطحين تدريجيا، عندي هنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندي فرشة ملح. اللي بغى يديروا ملح بحشوة الجبن أو ينقص كمية السكر. المهم نضيف الطحين تنوصل لك القوام المطلوب، ما غاديش ندير قاصحه العجينه بزاف، وثاني ما غاديش تكون جاري، يعني لينه شويه العجينه ماشي بزاف. انا جمعت العجينه، يعني شوف كتكون شويه كتلصق ماشي بزاف، باش يجي البريوش خفيف وزوين ما خاصش تكون العجينه قاصحه. دابا غنديرو في طبق ونخليه يختمر. نخليها هنا تتخمر ومن بعد نكمل الخطوات. العجينة خمرات، دابا غادي نقطعها. نشكل الكور، نخليه مرتاح ود 5 دقائق ونبدا نشكلهم. ارتاحت العجينة وغدا نبدا نطلقها. عندي هنا قطعة شوكولاتة، ندير بحال هكا بزرار، ندير بهذا الشكل ونحطها في الصينية. أنا عندي صينية دهنتها رشيتها بالزيت ودرت ليها ورق زبدة.
المهم نكمل بنفس الطريقه تتسالي هاد الكميه اللي عندي. انا كملت الكميه كلها ديال العجينه درتها في الصينيه، دابا نخليها تخمر ومن بعد ندخلها للفرن. دابا هادو خمروا ودهنتهم بالبيض، بالصفر ديال البيض، والفرن ساخن وانا ندخلهم للفرن حتى يتحمر. صافي خرجتهم من الفرن، من طاب من التحت درتو شويه تحمر شويه، دابا غنستنى حتى يبرد ونحيدو من الصينيه. هذا البريوش خليته حتى برد، كيجي زوين في الشكل ديالو كيفاش كيجي. كنتمنى تجربوا يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا ديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم من كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.